في تونس قانون المحكمة الدستورية يشعل الخلاف بين البرلمان والرئاسة. مع فتح باب الترشح، حملات توعية لرفع نسب المشاركة بالانتخابات النيابية الأردنية. ومستقبل التحول الرقمي للمصارف العالمية ما بعد أزمة كورونا، على طاولة نقاش مؤتمر سايبوس الاقتصادي. صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم نقدمها من الولايات المتحدة. عديدة هي المواضيع التي سنطرحها اليوم، أبرزها الترقب الذي يشهده الشارع التونسي مع استئناف البرلمان أشغاله اليوم بجلسة قد تشهد معركة قانونية حول عمل المحكمة الدستورية. أما الأردن فالاستعدادات على قدم وساق للانتخابات البرلمانية المقبلة، وطبعا الحملات تكثف نشاطها قبل الاقتراع بأربعين يوما، والهدف هو استمالة أصوات الشباب لحجز مقعد في البرلمان. ومن ضمن موضوعاتنا أيضا سنعرج على مستقبل الخدمات المصرفية ما بعد أزمة كورونا، إضافة إلى ملفنا الرياضي حيث نتعرف على دور الجامعة العربية في تأهيل طلابها للاحتراف في البطولات العالمية وغيرها من الملفات. بالتأكيد اليوم يستأنف البرلمان التونسي أشغاله، وخصص أولى جلساته العامة للحوار مع الحكومة في عمل المحكمة الدستورية، والذي تحول من قانون مؤجل إلى سلاح يلوح به كل من البرلمان والرئاسة، فيما وصف بأنه معركة دستورية بين طرفين كل منهما يحاول تطويق الآخر. نحو تعديل القانون الأساسي المتعلق بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في البرلمان، تسعى حركة النهضة وحلفاؤها أن يتم التصويت بأغلبية 109 أصوات بدلا من أغلبية الثلثين ب 145 صوتا، والتي حالت دون انتخاب 4 أعضاء من جملة 12 عضوا للمحكمة الدستورية. في غياب المحكمة الدستورية كل واحد يحاول يفرض نوع من القراءة، وخاصة رئيس الجمهورية. لكن على كل شعلنا في رئيس الجمهورية، اللي يهمنا الآن هو أنه البرلمان يرتب حاله ويجيب الأربعة متاعه، الكوتا متاعه، المجموعة متاعه اللي هو مربوطة بهم، هو يعني يحور القانون من أجل أنه يكون أسهل. في غياب المحكمة الدستورية يمنح الدستور التونسي للرئيس قيس سعيد أحقية تأويل بعض الفصول الدستورية الخلافية والتي تحدد صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية. في صورة الخلاف رأي رئيس الجمهورية هو المرجح باعتباره الساهر على تطبيق الدستور. الحل الوحيد هو إرساء المحكمة الدستورية حتى نتجاوز هذا الإشكال، ولا يمكن إرسائها إلا عبر مبدأ التوافق. صراعات سياسية داخل البرلمان وخارجه حالت دون التوافق بين الأحزاب لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وقد تتفاقم الأزمة السياسية إذا فشل البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية هذه المرة، وفي غيابها يعني تم تعميق الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية حتى بين ثلاثة السلطات، وهذا ما نعيشه فيه اليوم في إطار حتى في عدم دستورية القوانين، لأن المحكمة الدستورية كذلك تنظر في دستورية القوانين حتى في القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب، وحتى في رقابة مشاريع القوانين، وحتى في حالة الشغور لرئيس الجمهورية وإعفاء رئيس الجمهورية، يعني اختصاصات مهمة. وينتخب المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء ومثلهم من قبل الرئيس قيس سعيد، ليكتمل نصاب 12 عضوا للمحكمة الدستورية تدوم مدة مهامها في ضبط دستورية القوانين لتسع سنوات. في ظل تشتت الأصوات داخل البرلمان والخلافات السياسية القائمة بين السلطات الثلاث، تبدو حظوظ النجاح في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ضعيفة، ما يؤشر وفق مراقبين على احتدام الصراعات السياسية في المرحلة المقبلة. جلال موانع، الحرة، تونس. وبالعودة للملف التونسي والصراع حول المحكمة الدستورية، وللحديث أكثر تنضم إلينا من تونس وعبر الهاتف الكاتبة والصحفية بهيجة بالمبروك. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة بهيجة. وأبدأ، من يراقب المشهد التونسي يعرف أن الصراع حول المحكمة الدستورية أكبر
من مجرد إقرار تعديلات، كيف يستخدم البرلمان والرئاسة هذا الملف لتحقيق مصالحهم؟ صباح الخير وشكرا على الاستضافة. يعني مسألة المحكمة الدستورية هي مسألة يعني خضعت لي نحو 6 سنوات للتجاذبات السياسية، رغم أنه يعني الدستور دستور 2014 ينص صراحة على ضرورة إرساء الهيئات الدستورية وفي مقدمتها من المحكمة الدستورية في غضون سنة من إقرار الدستور. فشل المجلس في حداث توافق حول الأسماء التي يقترحها للتصويت في 3 مناسبات كاملة، يعني 3 مناسبات تقترح أسماء لا يقع حولها يعني توافق، لأنه مرحلة كل المرحلة اللي مرت على أساس التوافقات. وحتى في جلسة يعني حتى يعني في بعد جلسة اليوم التي سيقع فيها تنقيح بعض الفصول لهذا القانون لقانون إنشاء المحكمة الدستورية، هناك بعض الأسماء التي ترشحت يعني في آخر دورة في يونيو الماضي في حزيران الماضي لا يعني اسمين على الأقل لا يقع حولهما اتفاق البتة. طيب، المحكمة الدستورية عدد أعضائها يعني ملف مؤجل ومعطل، قد يسأل سائل ما المشكلة بأن يعين الرئيس ثلث الأعضاء؟ هو إشكال قانوني في قانون إرساء المحكمة الدستورية، هناك لفظة اتباعا وهي لفظة تفرض ترتيبا تفاضليا بين السلطة الثلاث، فنص يعني نص الفصل العاشر من القانون على أنه يعين أعضاء الهيئة الدستورية تباعا من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء ثم رئيس الجمهورية. طيب يعني هو نعم نعم معلقة نعم تفضل. تظلت عملية التعيين معلقة بسبب هذه الكلمة، وتلقيح اليوم المطروح على الجلسة العامة فيه يعني من أهم النقاط فيه أنه يتم الاستغناء عن كلمة تباعا التي تضع ترتيبا تفاضليا بين هذه السلطة الثلاثة، السلطة القضائية والتشريعية والترتيبية، في التعيين الأسماء التي تعود إليه في عضوية المحكمة الدستورية. طيب، تحدثت يعني أستاذة بهيجة عن مسألة التوافق وقلت بأن هناك اسمين لا يوجد عليهم توافق، هذه محكمة دستورية، يعني المحكمة الدستورية بالضرورة هي استقلالية، هل تستأثر جهة معينة بالسلطة من خلال التسمية لبعض الأعضاء؟ لا، هو اللي حاصل الآن هي في عدد الأصوات المفروض الحصول عليه لضمان استقلالية هذه المحكمة، فرض القانون أنه تكون بنسبة ثلثي يعني بنسبة مطلقة، بمعنى ثلثي أعضاء المجلس، أي ما يعادل 145 صوت من بين 217 صوت. هذا التوافق الغير موجود اللي حضرتك تحدثتي عنه. بالضبط، يعني المئة لم يتم الحصول على يعني من بين المرشحين في 3 مناسبات، تمكن مجلس النواب فقط من التصويت على قاضية واحدة، وظل مرهون المتجال في 3 أسماء أخرى من أصل 4 أعضاء يعينهم البرلمان. لم يتحصل أي من 3 يعني من بقية المترشحين وهم 7 في آخر ترشح يعني مددوا فيه في حزيران الماضي، ظلت 5 أسماء لم يتحصل منهم أي كان على هذه الأغلبية بثلثي أعضاء المجلس. طيب، هل سينجح البرلمان؟ هل سينجح البرلمان في إقرار قانون المحكمة الدستورية أم ستنجح الرئاسة بشكل أو بآخر من تحصين نفسها من هذا يعني من هذا الاختيار؟ هناك مقترح مشروع لتعديل يعني قانون الهيئة المحكمة الدستورية. المشروع الحكومة وهو مشروع يرفضه جل النواب وسيسقط حسب الاستطلاعات الرأي الأولى، لأنه يقترح إما التصويت يعني يقترح 3 مراحل من التصويت. المرحلة الأولى إنه لو يكون التصويت
يعني يقترح أن تكون الأعضاء المحكمة يحصلون على ثلثي الأصوات، فإن لم يحصلوا على ثلثي الأصوات ننزل إلى أو 9 أصوات يعني يعبرون عنها بالأغلبية المريحة. ثم وإن لم يتم التحصل على هذا فإنهم فإن مشروع الحكومة يقترح 73 صوت يعني الأغلبية البسيطة. طيب هذا المشروع مرفوض. طيب أستاذة بهيجة عفوا أستاذة بهيجة، مراقبون اعتبروا أن حزب النهضة بقيادة الغنوشي يلوح بقانون المحكمة الدستورية للوصول إلى عزل الرئيس، إلى أي مدى يمكن ذلك؟ بالضبط هو ضمانة أنه يكون عندك ثلثي الأغلبية المطلقة أو الأغلبية المعززة يعني ب 131 صوت، ما تقترحه لجنة التشريع العام في المجلس في مشروعها المقدم اليوم أيضا والذي من المرجح أن يتم الموافقة عليه، تمنع النهضة من الاستيلاء أو من التحكم في تركيبة في تركيبة المحكمة من ناحية. من ناحية ثانية هناك يعني المجلس يعين فقط 4 أشخاص في حين أن المجلس الأعلى للقضاء يعين 4 أشخاص يعني ينتخب 4 أشخاص من بينهم، ثم رئيس الجمهورية يعين 4 أشخاص، ورئاسة الهيئة المحكمة الدستورية تعود إلى رئيس الهيئة المحكمة ونائبه يعين من قبل الأعضاء الذين يعينهم المجلس الأعلى للقضاء. يعني فيها تفصيلة قانونية وهو يبدو أنه يبدو هذه الدقة في استخدام المصطلح والدقة في التعبير عن وقت الترشيح ونسبة الترشيح. سؤالي الأخير، في حال تغيير نسب التعيين، ما هي الأوراق التي يملكها الرئيس لتفادي سيناريو العزل إذا كان هناك أي أوراق؟ لا أظن أنه التوازن بين السلط الثلاث المضمون بالدستور يتيح له، خاصة أنه لا أحد يملك التحكم في تركيبة المحكمة الدستورية، يعني كلهم على حد السواء يعني نفس المسافة نفس العدد. من المرجح أنه لا يمكن قانونيا ولا حتى من تركيبة الهيئة المحكمة ولا من تفصيل تعيين أعضائها إنه طرف قادر على إنه يتجاوز حدوده في التعامل مع الطرف الآخر، إلا إنه بالقانون يمكن للمحكمة الدستورية هي الجهة المخولة الوحيدة لإقرار حالة العجز الثاني لرئيس الجمهورية أو للعجز الوقتي يعني عن أداء مهامه في السلطة. هذه هي ظانها الدستور، يحددها الدستور ويحددها قانون المحكمة. الأستاذة بهيجة بالمبروكة الصحفية والكاتبة، كنت معنا من تونس عبر الهاتف، شكرا جزيلا لانضمامك لنا. إذن 40 يوما تفصل الشارع الأردني عن الانتخابات النيابية التي ستعقد في 10 نوفمبر المقبل بعد أن أصدر الملك إرادة بحل البرلمان تمهيدا للانتخابات، وسيواجه المجلس النيابي المنتخب تحديات في ملفات عديدة أبرزها الصحة والاقتصاد وفرص العمل والبطالة. في نظرة سريعة على الأرقام التي نشرها مركز الحياة راصد في تقريره الأولي لتوجهات الناخبين والمرشحين للبرلمان، نجد أن العدد الأولي للمرشحين تجاوز حتى اللحظة 1300 شخص، منهم 341 سيدة من بين القوائم والترشح المستقل، في حين يعتزم أكثر من 100 نائب حالي إعادة ترشيح نفسه مرة أخرى. وبالنسبة للأحزاب، قرر 44 حزبا خوض الانتخابات، بينما لم تحسم إدارة 4 أحزاب أمرها. وفيما يتعلق بنسب المشاركة، أشار تقرير راصد أن حوالي 46% من الشباب قرروا عدم المشاركة، مقابل اعتزام حوالي 28% من نفس الفئة المشاركة في العملية الانتخابية، ولم تحسم البقية
أمر مشاركتها من عدمه. وعن توجهات الشباب، يعتزم أكثر من ثلثي الشباب المشاركين التصويت لمرشحين شباب، ويرى 39% منهم أن التصويت على أساس الانتماء العشائري يؤثر سلبيا على الانتخابات. لكن لضمان إنجاح العملية الانتخابية في ظل تحديات المشاركة والجائحة الصحية، تواصل الهيئة المستقلة للانتخابات حملاتها التوعوية في كافة المحافظات الأردنية من أجل إقناع الناخبين وتوعيتهم ورفع نسب المشاركة في المشهد الانتخابي المقبل وتجنب الأثار السلبية للعزوف عن التصويت في الانتخابات البرلمانية الأردنية. في شارع مثقل بهموم الحياة اليومية تحاصره جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، تباينت آراء المواطنين حول المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، بين من يرونها فرصة لتغيير السياسات الحكومية والتشريعية، وآخرين يرفضون المشهد الانتخابي جملة وتفصيلا، وأبرزهم الشبان. ما حدش راح يشارك في الانتخابات يعني من معظم الشباب اللي عندنا، لانه معظم مجلس النواب كله ديكور، محطوط ديكور، ووظائف هم مش مأملين لنا وظائف ولا شيء، لانه كنا خريجين جامعات وقاعدين من غير وظائف. انا دائما بدعم كل واحد بالنيابه سواء كان شاب او مراه او رجل، بدعم العمل للمراه. بدك تشارك في الانتخابات بدك تختار الافضل، اللي يخدم الشعب، يخدم الوطن، يخدم الناس، يعمل اصلاحات. هنا في الهيئة المستقلة يؤكد مسؤولون استمرار حملاتهم التوعوية الموجهة لكافة شرائح المجتمع من أجل إقناع الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان المقبل، بعيدا عن المصالح الخاصة والعشائرية، باعتبار المشاركة في الانتخابات وسيلة لتغيير الواقع. نركز على المترددين أكثر، نركز على الشباب الجدد اللي دخلوا في جداول الناخبين. توقعاتنا أنه الاهتمام بالعملية الانتخابية واسع، وأنه هذه الانتخابات تحظى باهتمام أكثر من الانتخابات السابقة، حتى بالرغم من وجود جائحة كورونا وبالرغم من الظروف الصعبة اللي بمر فيها. الحملات الانتخابية اتخذت أشكالا مغايرة لمشاهد انتخابية سابقة بسبب جائحة كورونا، إذ سيسمح بافتتاح المقرات الانتخابية بشروط محدودة، أبرزها منع إقامة المهرجانات الدعائية. في ظل ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة وانتشار حالة الإحباط بين صفوف الشباب، تكثف الهيئة المستقلة للانتخاب هنا من حملاتها التثقيفية والترويجية في محاولة لإقناع الناخبين التوجه لصناديق اقتراع 10 من تشرين الثاني المقبل وإجراء التغيير المنشود تحت قبة البرلمان. حيدر العبدلي، الحرة، عمان. وفي مسعى للتعرف على أحدث الترتيبات للانتخابات النيابية الأردنية، أجرى مراسلنا في عمان هذا الحوار، نتابعه. علي الدكتور خالد الكلالدة، مرحبا بك معنا في اليوم على الحرة، وشكرا جزيلا مقدما على هذا اللقاء. عندما نتحدث عن تجاوز عدد الراغبين الترشح 1300 أو وصول إلى 1500 مرشح، يعني هل معنى ذلك أن هناك إقبال على الانتخابات النيابية المقبلة؟ بداية بشكرك أستاذ حيدر، بشكر قناتك العزيزة. أعتقد أنه من المبكر الآن الحسم في هذه المسألة. نحن نعلم كما العالم جميعا هناك جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كل أشكال النشاطات الاجتماعية والسياسية، وفي المقام الأول الاقتصادية. هناك حالة قد يمكن توصيفها بحالة إحباط عامة من كل ما يجري نتيجة هذه الجائحة، لكن الأرقام الأولية التي لدينا سواء كان عن عدد الذين يرغبون في الترشح أو عدد الاستفسارات التي تتم عن الاستفسار عن مكان الاقتراع والفرز تبشر بالخير، وأنا بطبعي متفائل. يعني لغاية صباح هذا اليوم، منذ اليوم الأول لإعلان الجداول الأولية للناخبين، لأنه الجداول كما تعلم في الأردن هي جداول أولية ومن ثم تفتح للاعتراضات سواء كان على الذات أو على الغير، وتأخذ شكلها النهائي ب15. اليوم هو اليوم الأول لهذه الجداول. في هذه الفترة قام بالاستفسار عن مكان الاقتراع حوالي 960 ألف وما يزيد، يعني نقترب من المليون استفسار. يعني قلت قد تزيد قليلاً
وذكرت حالة الإحباط، ما هي أسباب حالة الإحباط التي التمسناها بين صفوف الشباب؟ رد الفعل لحالة الإحباط عند الجميع ليس بنفس الاتجاه أو بنفس الدرجة. البعض الإحباط يدفع لأن يبحث عن تغيير النخب السياسية، وهذه أحد أساليب التغيير اللي هي صندوق الاقتراع في الأردن. الأردن مجتمع سلمي مسالم يحل خلافاته من خلال الحوار، مأتي الحوار أو من خلال صناديق الاقتراع، وبدأ هذا المبدأ يترسخ أكثر فأكثر. يعني نحن على أعتاب انتخاب المجلس النيابي 19. كان هناك تقرير لراصد أيضا تحدث عن ما يقارب 69% من الشباب يرغبون التوجه لاختيار من يمثلهم في البرلمان المقبل من فئتهم العمرية. يعني هل هذا يعكس كلامك أو يعكس واقع إصرار الشباب على المشاركة وتغيير الوجوه القديمة في البرلمان المقبل 19؟ هذه إذا ما اعتمدنا على هذه، ولكن هي دراسات تجري، دراسات استطلاع رأي تأخذ عينات، وأتمنى أن تكون دقيقة. وبالعادة الدراسات أو استطلاعات الرأي تكون مؤشرا في بعض الأحيان، هذا مؤشر إيجابي لأن فئة الشباب أعتقد هي الأكثر تضررا، ليس في الأردن فقط بس على مستوى العالم العربي والعالم أجمع، لأن فئة الشباب وعددها كبير جدا في الأردن. يعني الفئة التي يحق لها الترشح يحق لها الانتخاب دون سن 25 بالأردن عددها 1,039,000 شخص ناخب، منهم 577,000 لأول مرة يحق لهم الاقتراع التصويت. ما بين سن 26 إلى 30 عندنا حوالي 594,000، يعني 1,600,000 تحت 30. هؤلاء وضعهم ليس بالوضع الذي يمكن توصيفه المريح، يبحثون عن فرص عمل، البطالة تتسع مع آثار اقتصادية لجائحة كورونا، بلد مصادره محدودة، فرص العمل ليست بنفس الكم أو العدد الذي ترفد الجامعات أو حتى الفئات العمرية. لذلك أعتقد أن هذه الفئة العمرية تحتاج حقيقة لمن يتبنى خطابها، سواء كان على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي. دكتور، حالة الإحباط هذه قد تنعكس بشكل كبير على صناديق اقتراع 10 من تشرين الثاني المقبل، ما هو دوركم في الهيئة المستقلة؟ هي مرحلتين، نحن نقوم بالإشراف وإدارة العملية الانتخابية، لا نوجه الناخب، وليس من حقنا أن نوجه الناخب ولا حتى المرشح. نحن نقف على مسافة واحدة من الجميع، كل ما هنالك نقوم بتوفير الشروط المتساوية والظروف المتساوية لجميع المرشحين ولجميع الناخبين بقدر ما نستطيع كذلك. الإحباط الذي يشترك قد يكون على نوعية الذي ينتخبه. البرلماني الذي يفوز في مقعد في مجلس النواب بالتأكيد له قاعدة شعبية، قد تكون من الغاضبين أو من الراضين عن الوضع. هذه آثارها عادة تنعكس في نوعية والخطابات التي يتبناها الذين يفوزون في مقاعد في مجلس. دكتور، تشير بعض الدراسات إلى نية أكثر من 100 نائب من القدامى الترشح للانتخابات المقبلة، هل تعتقد أن في ذلك سبب لعزوف الشباب التوجه إلى صناديق الاقتراع أو ترك حالة الإحباط داخل الشباب؟ يعتمد هذا الأمر على من أي زاوية تراه. البعض الآخر يعتقد أنه إذا كانوا لا يرغبون، هسا إذا 100 نائب سابق سواء كان المجلس السابق أو الذي سبقه ينوون الترشح، إذا كان لهم قاعدة شعبية فإن ناخبيهم سوف يحضروا إلى هذه الانتخابات، وإذا هناك كان هناك غاضبين عليهم من الناخبين سوف يصوتوا ضدهم. يعني بالنهاية العملية كم تتحصل على الأصوات أو ما هي نسبة القائمة التي تنخرط فيها من نسبة الأصوات يعتمد كليا على عدد الذين يقترعون لهذه القائمة أو تلك، سواء كان معها أو ضدها. يعني أنت إذا كنت ترغب في اختيار ناخب بالتأكيد سوف تصوت لخصمه. بالنهاية تحسم المجاميع ما هي كتلتك التي تحصلت عليها وعلى ضوءها تفوز أو لا. معنيك، ما هي حظوظ ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية المقبلة؟ الحقيقة ليكون صريحين ودقيقين،
ليس هناك تجربة فيما يتعلق في هذا الأمر، لكن المجتمع الأردني ينتقل خطوات متقدمة في مسألة الحضارة، لا ينظر إلى الشخص جزء كبير من المواطنين أو من الناخبين إلى شكله أو إعاقته أو لونه، وحتى مسألة الدين لولا أنها لم تكن مقيدة بموجب القانون على المقاعد المخصصة لهم في داخل هذه الانتخابات يعتمد على ما تقدم وقلت الناخب على الأغلب على الخطاب السياسي الذي يطرحه الحلول الاقتصادية والبرامج البديلة، أي أن بالدرجة الأولى ما يقدم المرشح لجمهور الناخبين هل يستطيع أن يصل إلى إقناعهم أو لا يصل إلى إقناعهم، هذه المسألة المهمة. وليس لنا تجربة تاريخية يعني تجارب سابقة حتى نستطيع الحكم عليها، لكن المؤشرات تقول أن هناك مترشحين من أصحاب الإعاقة، لننتظر ونرى ما هو الحال. في ظل التدهور الاقتصادي والاجتماعي بسبب جائحة كورونا، إلى أي مدى يلعب أو سيلعب المال السياسي أو الأسود دورا في هذه الانتخابات؟ وهل تم اكتشاف أشخاص يحاولون شراء الأصوات أو من قبلكم في الهيئة المستقلة للانتخاب؟ الحقيقة هي ظاهرة موجودة، وأنا لا أعتقد أنها بالكثرة أو بالانتشار الذي يوصفها الناس، لكنها لأنها غير محمودة ومرفوضة ومدانة من المجتمع يجري الحديث عنها، ومن كثرة الحديث عنها نشعر أنها ضخمة إلى حد كبير. لا يعقل أنه في الانتخابات الأخيرة اللي صوت من الأردنيين حوالي 1.5 مليون ناخب أنه جميعهم أو غالبيتهم يقوموا ببيع أو شراء الأصوات. لغاية الآن نحن تعاملنا مع حوالي 260 مخالفة، منها ما يقارب 205 وما يزيد قليلا مخالفات في الدعاية الانتخابية، وما يزيد عن 50 في مسألة المال الأسود أو المال الفاسد. من هذه الحالات قمنا بدراسة كل هذه الحالات، واستمعنا إلى سواء كان المشتكيين أو شهود. منها استدعى تحويل حوالي 12 قضية إلى الادعية العام والأمن العام، الآن موقوف ما يزيد عن 10 أشخاص بالسجون، وهناك قضايا لا زالت قيد البحث سواء كان من الجهات الأمنية للتحقق أو تدرس من الادعية العام ليشكل رأيا هل هناك قضية تحتاج التحويل إلى المحكمة من عدمها. مشاركة المرأة في البرلمان والانتخابات المقبلة كيف تقيمها؟ ابتداء مشاركة المرأة في من السابق هي نسبة تصويت المرأة، يعني اقتراع النساء تفوق الرجال في الأردن. بالانتخابات الأخيرة كان نسبة المصوتين من النساء 52%، وكان عدد المترشحات في الانتخابات الأخيرة 252. لغاية أول من أمس كان عدد المترشحات أو اللواتي اعتزمنا الترشح عددهم فاق 400، إذن في زيادة في عدد المرشحات. التصويت كان دوما نسبة تصويت النساء في المشاركة في الانتخابات أعلى من نسبة تصويت الرجال. شكرا جزيلا لك دكتور. لمؤتمر سايبوس الاقتصادي باع طويل في قطاع الخدمات المصرفية حول العالم، فبدايته تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وخلال العقود الماضية شهد المؤتمر العديد من الدورات الناجحة من خلال التطرق لسبل تطوير الخدمات المصرفية وكيفية ربط القطاعات المصرفية حول العالم. لكن الدورة 43 من مؤتمر سايبوس هذا العام تبدو استثنائية، رغم أن دبي تستضيف هذا الحدث إلا أنه سيقام بشكل افتراضي نظرا للظروف الراهنة. هذا الوضع دفع الكثير من الجهات المالية لتسريع الرقمنة وتقديم خدمات مصرفية باستخدام التكنولوجيا. جاءوا من كافة أنحاء العالم لمناقشة كيفية تطوير الخدمات البنكية ومنح العميل أقصى استفادة في وقت مميز. مهلا عزيزي المشاهد، فصورة من مؤتمر سايبوس 2019 قبل أن نتعرف على الكائنات الدقيقة المسمات كورونا
التي غيرت حياتنا كلية وحولت مؤتمر سايبوس 2020 إلى صورة افتراضية، ولكن المشاركين في المؤتمر لم تتوقف عقولهم عن الابتكار. سأتحدث في مؤتمر سايبوس 2020 عن فكرتي ومفهومي عن الأمن السيبرياني، وسأركز بشكل خاص على الجهاز المناعي الإلكتروني، وهو فكرة لحماية الأنظمة المصرفية من الاختراق، وتشبه إلى حد كبير الجهاز المناعي البشري. مؤتمر سايبوس 2020 ستشهد جلساته حضور نحو 190 متحدثاً يستعرضون الأفكار المبتكرة لتطوير المعاملات البنكية في ظل جائحة غيرت الكثير في الحياة الاقتصادية، وإن كان البعض يرى آثاراً إيجابية تتمثل في الرقمنة. لا نستطيع أن نقول أن هناك قطاع استفاد من جائحة كورونا، ولكن كان هناك حاجة لدى القطاع المصرفي لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي. ما الفائدة من وجود فروع ولا أحد يزورها؟ في ظل كورونا كان العملاء يعني ملتزمين منازلهم. جلسات مؤتمر سايبوس 2020 شهدت معدات تسجيل مرتفعة على المنصة الإلكترونية بنحو 8000 مشارك، قبل تعليق المشاركة في مشهد يعكس مدى الشغف المحيط بخبراء القطاع المصرفي لمعرفة الجديد. ما نراه بوضوح الآن هو تسريع لعملية رقمنة للجهاز المصرفي في ظل بيئة كوفيد، وتعني تحول المنظمات إلى العمل عن بعد وتغير الحياة بالنسبة للأفراد والمنظمات، يتبعها تغير في توقعات العملاء خاصة في المعاملات البنكية. النسخة 43 من مؤتمر سايبوس كان من المقرر أن تستضيفها مدينة بوسطن الأمريكية، ولكن كان هناك اعتذار من قبل المدينة وتحولت الاستضافة افتراضياً إلى مدينة دبي. في العام 1978 اجتمع خبراء المال والأعمال وخبراء المصارف العالمية حول مائدة واحدة هي مائدة العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة مستقبل القطاع المصرفي حول العالم. واليوم نشهد الدورة الجديدة لمعرض سايبوس 2020 والتي تستضيفها دبي لمناقشة مجموعة من التحديات التي فرضها انتشار فيروس كوفيد 19 على قطاع المصارف والتوسع في استخدام التكنولوجيا لمعالجة العمليات المصرفية. محمد سيف لقناة الحرة دبي. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل الاقتصادي ماجد رشيد، وأبدأ معك أستاذ ماجد، كيف غير جائحة كورونا من شكل الخدمات المالية المقدمة للعملاء؟ يعني مثل ما ذكرت بالتقرير، الحقيقة واضح بأنه هناك حتى قبل أزمة كورونا كانت هنالك يعني تحديات كبيرة فيما يتعلق بهذا المجال، ولاحظنا بأنه فعلا قطعت كثير من الدول شوط كبير فيما يتعلق برقمنة الرقمنة المصرفية، وطبعا من أجل تسهيل الأمور المتعلقة في المصارف والدفع الإلكتروني وأيضا خدمة المستهلكين في شتى أنحاء العالم، تسهيل أمورهم الشرائية والمتعلقة بالتجارة الإلكترونية وغيرها. لكن طبعا كل ذلك يعني بشكل نسبي، هنالك دول قطعت شوط كبير، هنالك دول لا تزال في المراحل الأولى، لذلك احنا بحاجة الى تسريع عملية الرقمنة الإلكترونية فيما يتعلق بالمصارف من اجل ايضا مواجهة يعني التحدي الحالي اللي يعني فيما يتعلق بأزمة كورونا بطبيعة الحال، وهي يبدو قد تأخذ وقتا اطول من المتوقع، بالتالي هو التحدي الاكبر فيما اللي تواجهه المصارف في الفترة الحالية. طيب ما المطلوب من الخدمات المالية والشركات المشرفة عليها في هذا الزمن، زمن كورونا وموضوع عدم التلامس ومواضيع أخرى؟ يعني أنه المطلوب في الفترة الحالية أنا بشوف بأنه عملية التسريع فيما يتعلق برقمنة المصارف وتسهيل فيما يتعلق إجراءات التداول عبر يعني الإنترنت ومن خلال هذه المصارف. مثل ما ذكرت هنالك دول بالفعل قطعت شوط كبير، مثل الدول العربية، مثل الإمارات تحديدا، ودول أخرى في منطقة الخليج العربي، ولكن بنفس الوقت هنالك دول لا تزال في المرحلة الأولى. طبعا احنا بنعرف بأنه من الصعب في ظل أزمة كورونا أن يكون هنالك عملية يعني
التحول بشكل مباشر أو الذهاب إلى الفروع البنكية بشكل مباشر وجسدي، فبالتالي من المفترض أنه تكون عملية التسريع بشكل أكبر، لأنه مثل ما ذكرت خدمة للاقتصاد الوطني في هذه الدول، خدمة للمستهلكين، وخدمة أيضا للبنوك، لأنه البنوك أيضا تعاني من مشاكل كبيرة خصوصا في ظل أزمة كورونا فيما يتعلق بتسديد القروض والتسهيلات وغيرها. فتوفر مثل هذه التكنولوجيا والمصرفية الرقمية أيضا تساعد هذه البنوك على تحصيل أموالها بشكل أسرع وأسهل حتى على عملائها بطبيعة الحال. يعني حضرتك تحدثت عن، أعطيت أمثلة على بعض دول الخليج، وهناك مسألة البنى التحتية، لعل البعض بعض المشاهدين في بعض الدول يتحدثون عن أن البنى التحتية قد لا تكون موجودة للرقمنة، أو حتى موضوع التوعية حول هذا المجال. يعني كيف تتعامل القطاعات المصرفية في المنطقة مع هكذا مشاكل، ولعلها مشاكل موجودة حتى قبل أزمة كورونا؟ يعني العيب الأكبر هنا في هذه الحالة تحديدا يقع على الدولة. يعني الدولة من المهم أن تقوم بتوفير جميع متطلبات البنى التحتية المرتبطة بتسريع رقمنة المصارف والتحول الرقمي والتكنولوجي لهذه المصارف. صحيح أنه يعني دول مثل ما ذكرنا يعني كان قطعت شوط كبير، لكن أيضا لا تزال، يعني هذا القطاع حقيقة قطاع كبير وواسع، هنالك الكثير من الخدمات يمكن طرحها بالإضافة إلى الخدمات الرقمية التي تم طرحها في السابق فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني وتسهيل السحب من هذه البنوك والإيداع وطبعا غيره من أمور. لكن أيضا هنالك خدمات لم يتم التطرق إليها بالنسبة لهذه الدول اللي بتعاني من مشاكل في البنى التحتية، لا تزال في المربع الأول بحاجة إلى تطوير هذه الأمور، أن يعني تصرف وتستثمر في هذا القطاع، لأنه أصبح يعني معروف للجميع بأنه قطاع حيوي، ليس فقط خدمة للاقتصاد الوطني ولكن أيضا خدمة لتقوية الاستهلاك والطلب، وأيضا بالنسبة للشركات اللي بتعتمد على البيع الإلكتروني، وأيضا من أجل تنشيط عجز الاقتصاد اللي القوة الشرائية للمواطن تراجعت بشكل كبير جراء هذه الأزمة، وبالتالي جميع الأطراف سوف تكون يعني مستفيدة من تحقيق شيء إيجابي فيما يتعلق بالبنى التحتية لهذه الدول، لأنه راح يكون له أثر إيجابي بنهاية المطاف على جميع هذه الأطراف فيما يتعلق بالمصارف في منطقتنا العربية. طيب، مع كل اللي تفضلت به حضرتك، لكن هناك خسائر في القطاعات المصرفية حول العالم سجلت أرقاما هائلة كما رأينا وتحدثنا قبل قليل. كيف تقرأ الواقع المصرفي اليوم في البلدان العربية؟ يعني الحقيقة هي أيضا تحدي كبير، لأنه قبل أزمة كورونا الحقيقة لم أحد كان يتوقع بأنه مثل هذه الأزمة الطارة راح تكون تحدي كبير لقطاع مهم واستراتيجي في منطقتنا العربية. خلينا نقول نركز على المنطقة العربية، لا ننسى بأنه حتى فيما يتعلق بنسبة القروض إلى الإيداع تعتبر نسبة مرتفعة في منطقة العربية، تتجاوز في بعض من الأحيان 130%، هو المفروض أن تصل ما بين 80 إلى 90. طبعا 80-90% فيما يتعلق نسبة القروض إلى الإيداع، تجاوزنا 100% قبل أزمة كورونا، والآن طبعا مع هذه الأزمة هنالك يعني الكثير من الشركات وحتى الأفراد تخلفوا عن السداد يعني لهذه البنوك فيما يتعلق بالقروض الشخصية والقروض بتعلق بالشركات والصناعة وغيرها، وبالتالي هذا تحدي إضافي لهذه البنوك. شفنا نتائج معظم الشركات وحتى البنوك الكبرى في العالم كيف تراجعت أرباحها بأكثر من 50-60%، فما بالك مع الحديث عن الموجة الجديدة، أن نتمنى أن تكون آثارها أقل من المتوقع الحقيقة، وخصوصا مع عودة الإصابات مجددا إلى الارتفاع فيما يتعلق بكورونا، وبالتالي هذا للأسف راح يكون له تداعيات سلبية على القطاع المصرفي، وقد تؤدي إلى تراجع أرباحها بشكل أكبر خلال مقارنة مع فترة مارس وإبريل الماضي. بعض البنوك المركزية العربية غير قادرة، لعله يأتي سائل أو بعض يقول بأن بعض البنوك
غير قادرة، ما هو الحل إذن في هذه الدول؟ نعم، يعني مثل ما ذكرت، يعني فعلا البنوك، في هناك بنوك مركزية منطقة العربية لا تستطيع تقديم يعني مثل هذه الإجراءات كحزمة كاملة وشاملة، لكن على الأقل خلينا نقول على مستوى الحكومة، الحكومات العربية تستطيع بشكل غير مباشر. يعني هذا هو يعني سؤالي، هل هو الحل لدى البنك المركزي، أم أن هناك بعض اللوائح بعض القوانين يمكن أن تتخذها الحكومة كإجراء مما يسهل على البنوك الخاصة ويسهل على هذا يعني في هذا النطاق؟ طبيعة الحال دول مثلا كالأردن ولبنان ودول تونس وغيرها اللي بتعتمد على الاستيراد معظم مشتقاتها من الطاقة من الخارج، تستطيع تخفيض تكاليف الطاقة مثلا على المواطنين وعلى الشركات، بما أن الوقود الصناعي يدخل في تشكيل منتجات صناعية مهمة. ممكن أيضا تخفيض خلينا نقول نسبة الاقتطاعات للضمان الاجتماعي في دول تصل إلى 14%، الشركات تدفع 14% من رواتب الموظفين كمخصص للضمان الاجتماعي، ممكن تخفيضها إلى 10 إلى 8% ولو بشكل مؤقت. مثل هذه الأمور يعني تساعد على تقوية القوة الشرائية للمواطن، لأنه إذا بقيت القوة الشرائية لهؤلاء المواطنين ضعيفة أكيد رح تأثر بطبيعة الحال على البنوك وعلى قدرة المواطن لتسديد قروضه. إذن الهدف الرئيسي إذا لم تتمكن البنوك المركزية من بشكل مباشر دعم البنوك والمصارف في منطقتنا العربية، على الأقل على الحكومات أن تتدخل وتقوية القوة الشرائية بأي شكل من الأشكال، مثل ما ذكرت ضرائب على المحروقات أو مخصصات الضمان الاجتماعية، وطبعا غير ذلك من أمور هدفها تخفيض التكاليف التشغيل من أجل يعني رفض سيولة إضافية إلى السوق، وأيضا دعم البنوك بشكل يعني حتى لو كان بشكل غير مباشر. أستاذ ماجد، يعني المستقبل كيف تراه؟ هل تغير واقع الخدمات المصرفية إلى الأبد؟ بالطبيعة يعني 100%، لأنه إحنا مثل ما ذكرت قبل أزمة كورونا كان هنالك حديث كبير وكان هنالك يعني مؤتمرات، وبالفعل تم تطبيق الكثير من الإجراءات على أرض الواقع فيما يتعلق برقمنة المصارف في منطقتنا العربية، لكن واضح بأنه التوجه حاليا نحو تسريع هذه العملية، لأنه مش فقط مرتبطة بأزمة كورونا، ولكن حتى بعد هذه الأزمة هنالك تخوف بأنه أمور طارئة سواء كانت صحية أو سياسية وغيرها من وارد جدا أن تؤثر على سلامة المصارف في منطقة العربية. الحل هو تسريع فيما يتعلق ب يعني التحول الرقمي، وفيما يتعلق بالدول اللي ما قطعت شوط مهم في هذا الأمر على الأقل أن تبدأ ب وضع الأساسات الرئيسية في البنى التحتية لهذه الدول، توفير إنترنت، وضع شبكات يعني إلكترونية مصرفية، تزويد يعني المواطنين بشتى الخدمات، من أجل أيضا قطع أشواط مهمة في هذا المجال وتخفيف الأعباء المالية سواء كانت على المستهلكين أو على الشركة وحتى على المصارف، لأنه الجميع سوف يكون كاسب لو كانت مثل هذه الإجراءات موجودة على أرض الواقع. يعني التوعية لعلها أيضا جزء من هذا الموضوع، توعية العملاء والزبائن للبنوك، كيفية استخدام البنوك والقطاع المصرفي بالطريقة السليمة. أستاذ ماجد رشيد، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، شكرا جزيلا. أهلا بك. لا شك أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على مرافق الحياة، ومنها القطاع السياحي في لبنان الذي أتى انفجار بيروت ليقضي عليه تماما، وهو طبعا ما انعكس بصورة مباشرة على حياة الناس وحركة الاقتصاد. لم يكن شارع عامر مخايل والجميزي في بيروت بهذا الهدوء يوما في عطلة نهاية الأسبوع، فضجيج الحانات وضحكات روادها تحولا إلى جمود صامت، إلا أن حياة السهر لم تنطفئ في لبنان بل توجهت إلى مكان آخر. على بعد 19 كيلومترا من العاصمة بيروت تقع بلدة برومانا، أحدى أكثر البلدات المقصودة سياحيا رغم الأوضاع التي تمر بها البلاد، في رسالة تحمل إصرار اللبنانيين على الاستمرار.
مطاعم رمينا بعض أسعارها قريبة ومتوسطة وبعد تقريبا نفس الشيء مثل السنة الماضية. نحن بننسى بسرعة كل شيء بيصير وديركت نقلب الصفحة. هاي بتعبر عن إرادة اللبناني للعيش. الناس تعبانة بدها تتسلى بدها تنبسط حتى لو ما كان في مصاري، بس بتلاقي الناس بعدها عم تجي. بعد انفجار الرابع من أغسطس والدمار الذي ألحق ببيروت وفي ظل صعوبة القدرة على السفر بسبب تدني القدرة الشرائية وفيروس كورونا، تفعلت السياحة الداخلية في لبنان خاصة بالوضع الحالي ببيروت، انه عندك جيميز انضربت، مانو خيل انضربت، داون تاون كمان نفس الشيء، الحمراء عليها كمان تشديد كتير. الحركة النشطة في برومانا كما في مناطق جبلية عدة يقف خلفها تنسيق تام بين السلطات المحلية. في لجان، لجنة طبية، في الشرطة، كل شيء بيجي من الوزارة الصحة بيتوزعوا الأسامي الموجود اللي عندهم كورونا. في تنسيق ما بين الشرطة وما بين البلدية وما بين الدولة. لكن أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي يؤكدون أن القطاع السياحي لا يزال في خطر ما لم تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة. الخسارة تفوق $1 مليار. الدولة بنفهم أنه ما معها مصاري، النقابة عم تتوجه لدول صديقة وداعمة. القطاع الخاص قطاع جدا متطور، المؤسف كثير في عنا مساحة بيننا وبين الدولة بنسبقهم بمسافات كثير طويلة. قطاع السياحة أكثر القطاعات الاقتصادية الرائدة في لبنان، يشكل مصدراً رئيساً للدخل والتوظيف، لكنه في الوقت نفسه يعتبر من أشد القطاعات هشاشة نظراً لسرعة تأثره بالأوضاع الأمنية والاقتصادية، يتكل اليوم على المساعي الفردية ليعيد لبنان قبلة سياحية في الشرق الأوسط. جوال الحجموسة، الحرة، بيروت. ومن بيروت إلى القاهرة، حيث ظلت مهنة النحالة في مصر تعاني من إهمال المسؤولين لسنوات طويلة، ويعتمد النحالون على الجهود الذاتية لزيادة إنتاجهم من العسل، ويطالبون باتخاذ بعض الخطوات لتطوير هذا المجال، ما سيترتب عليه بالتبعية احتلال مصر مرتبة متقدمة عالميا من حيث إنتاج وتصدير العسل. التفاصيل في القصة التالية. آلية غير معهودة في مجال تربية النحل طبقها عبد اللطيف في المنحل الذي يمتلكه من أجل زيادة إنتاجه من عسل النحل. تتلخص هذه الآلية في وضع طبقتين عازلتين أعلى كل خلية لضبط درجة الحرارة داخلها. عملنا الخلايا المعزولة بطبقات من الفوم علشان نحافظ على درجات الحرارة داخل خلية النحل، وبالتالي نوفر جهد كبير جدا من النحل علشان عملية التهوية في درجات الحرارة المرتفعة، وعلشان عملية التدفئة في درجات الحرارة المنخفضة، وبالتالي نوجه طاقة الخلية لإنضاج العسل أو جلب الرحيق وحبوب اللقاح من الحقول والزهور، وبالتالي يدينا إنتاجية أفضل. برضو من الحاجات المتطورة اللي احنا عملناها ان احنا جهزنا خلايا متوفرة بمصيادة حبوب لقاح بأبواب ذاتية للغلق علشان نسهل نقل الخلايا أثناء عملية النقل والترحال، وتكون عملية مؤمنة، وان احنا نحافظ على الجيوش بتاعتنا من النحل أثناء عملية النقل. عبد اللطيف يقول إنه يفعل ما بوسعه لزيادة إنتاجه من العسل، لكنه يؤكد أن هناك إجراءات إضافية من شأنها المساهمة في تحقيق هذا الهدف، وهي بحاجة إلى تدخل من السلطات المصرية، مثل استجلاب سلالات جديدة من النحل. فوفقاً لوزارة الزراعة، يتراوح إنتاج مصر من عسل النحل ما بين 20 إلى 25 ألف طن من نحو 2 مليون خلية. يتم تصدير ما يقرب من ربع هذه الكمية ويوجه الباقي للاستهلاك المحلي، فيما بلغ حجم تصدير طرود النحل الحي ما يقرب من 800 ألف طرد خلال العام الجاري. وفي هذا الإطار يقول خبراء في هذا المجال إنه جاري إعداد قاعدة معلوماتية ببيانات النحالين المصريين بهدف زيادة تصدير العسل. دول الاتحاد الأوروبي بتتتبع المنتج اللي هيخش الدولة عندها، طالما عند الجهة المسؤولة المصرية في بيانات عن الشركة دي وهتقدر تدالها، معناها إن هيتم التعاقد وهيتم التصدير. طيب لو ما كانش في معلومات، فبالتالي الجانب بتاعنا بيرد ما فيش معلومات، فبالتالي الجانب الآخر بيرفض استلام الشحن أو ما بيبدأش في استيراد العسل أو المنتج من عندنا. من جهتها تقول وزارة الزراعة إنها تعمل على تطوير مجال تربية النحل وإنتاج العسل.
بقدر الإمكان بنشترك مع الجامعات والمراكز المتخصصة في إن احنا نطلع معلومة كويسة تفيد النحال وتفيد الاقتصاد القومي. الدور التدريبي طبعا بندرب المبتدئين في أعمال النحالة أو المتخصصين اللي هم عايزين مثلا تخصص في مجال معين في النحل. ومن المقرر أن يقيم اتحاد النحالين العرب بالتعاون مع وزارة الزراعة المصرية الدورة الثانية من مهرجان العسل شهر نوفمبر المقبل بهدف تبادل الخبرات في هذا المجال. دميانة سعد، الحرة، القاهرة.